السلام عليكم، كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال ومرحبا بكم من جديد في قناتكم مطبخ حليمه الفلالي مع وصفه جديده وفيديو جديد. اليوم حضرت هذا الكب كيك للوليدات، من الوصفات اللي كتعجبهم بزاف بزاف وكتنفعوني ايماني معهم للمدرسه، خصوصا ان بزاف منكم مازال كيطلب بحال هذه الوصفات. هذه الوصفه اليوم انا سميتها كب كيك شوكولا شو، لان درت فيها شوكولا شو كيعطيها واحد المذاق زوين مع اضافه اخرى اللي كتعطيها مذاق احسن، كيجيو رائعين جدا، ناجحين مليون في المئه وغيعجبكم اكيد الا جربتو. بالنسبه للمكونات غنحتاجو 3 البيضات يكونوا صغار في الحجم، نص كاس ديال السكر لان استعمله فلون بالسكر ومستعمله كذلك الشوكولات فهو حلو لذا نقصو. عندنا هنايا كاس معامرش من الحليب وغنحضرو به شوكولاته، غنديرو فيه واحد جوج معالق كبار من البودره ديال الشوكولات الحلوه، ماشي المره، ماشي الكاكاو المر، لا الحلو. وما ننساوش عندنا حتى الشوكولا ولا هاد الشوكولات اللي غنديرو حلو، داكشي علاش درت انا فقط نص كاس من السكر. غادي نخلطو يعني المعلقه الاولى وغادي نزيد المعلقه الثانيه، والحليب راه سخون ماشي بارد، صافي غادي نستمر كنخلط. واخا يبان لكم ما تخلطش مزيان مزيان ماشي مشكل، غادي تخلط ان شاء الله من نجي نحضروا به ونشوفوا باقي المكونات. عندنا هنايا كاس الا ربع من الزيت، الشوكولات اللي مهرمش اولا مقطع رقيق ممكن نعوضوه بحبيبات الشوكولات، واحد فلون ديال الشوكولات بالسكر او بلا سكر، الا درتو بلا سكر زيدوا كميه السكر. غادي نزيدوا معلقه، غنحتاجوا كذلك معلقه كبيره من الخل، جوج اكياس من خميره الحلويات وكيس من الفاني باش غنسمو، ودقيق تقريبا جوج كيسان ونص عامرين مزيان. طريقه التحضير اما بطراب يدوي او من الاحسن نستعملو الباتور. ثلاثه البيضات بحاله المطبخ يكونوا شويه صغار، استعملتوه كبار ماشي مشكل. كاس من السكر وغادي نزيدو سكر منسم بالفانيلا ورشيشه الملح اكيد، واخا ما نذكروهاش مع المكونات فكتكون ضروريه. نزيدوها، غنزيد كذلك الفلون اللي بالشوكولات، اللي بالشوكولات وبالسكر بجوج، ومعلقه كبيره ديال الخل اما في الاول او في الاخير ما كاينش مشكل. صافي غادي نخلط الكل بخلاط او بالطراب اليدوي او بالطراب الكهربائي، كنفضل الطراب، وغادي نخفق مزيان حتى كينسجموا مع بعضهم، عاد كنزيدوا باقي المكونات. بالنسبه للكاس اللي عبرت به فهو الكاس ديال العنبه اللي كيوزن في السعه ديالو 200 مليلتر بالنسبه للسوائل و 125 غرام الا كان عامر مزيان، بالنسبه للدقيق كان ممسوح غير 100 غرام، بالنسبه للسكر فيهز 150 غرام. صافي نزدت الزيت وزدت الشوكولا شو وغادي نطرب غير واحد شويه ونتوقف، وغادي نغربل جوج كيسان ديال الدقيق يكونوا عامرين مزيان، لان العجينه خاصها تكون لينا ثقيله. يعني ضمن النصائح اللي كنعطيكم دائما في الكب كيك باش يكون ناجح يطلع وما يهبطش من الجوانب، ان العجينه تكون ثقيله ماشي بحال الكيك العادي نتقلوها. فغادي ندير واحد جوج كيسان ونص مع جوج خمارات، خمارات فيهم 8 غرام في كل وحده. هنايا غادي نزيد الشوكولات وغنشوف، بانت لي خفيفه غادي نزيد الدقيق شويه بشويه حتى نحصل على عجينه ثقيله. كنتبان لينا ملي كنكونو كنستعملو الطراب يعني هو ثقيل يخدم معها ثقيل، صافي ديك الساعه كنعرفوها راها هي هذيك واجده. انا زدت ليها نص كاس، صافي تقريبا واحد 300 غرام ديال الدقيق اللي استعملت انا، يعني كيبقى على حسب النوعيه ديال الدقيق وحتى البيض، يعني يقدر يكون البيض كبير او صغير فغادي تختلف الكميه ديال الدقيق. صافي غادي نخفق حتى كنحس كيف قلت بالباتور ما تيتحركش بسهوله، صافي هو هذاك كنتوقف. كيكون الخليط ديالنا جاهز، كنوجدوا اكياس ورقيه خاصه بالكب كيك وكنديروها في المول. الا عندكم دوك الاوراق اولا الاكياس الورقيه اللي صلبه اللي واقفه مزيان فما كتحتاجوش المول هكايا، ما كانش عندكم فضروري منه لان غادي يعوجوا ليكم ويهبطوا ويسيحوا، الثقل ديال العجينه غادي يغلبهم، داكشي علاش كنستعملوه. ومن الاحسن يكون عندكم غادي ينفعكم ويبقى ما كيضيع ما والو، يبقى لكم يعني ينفعكم بزاف.
صافي غادي نحاولوا نعمرو ونعمروهم مزيان ماشي خاويين باش يجيونا طالعين مزيان. الا كانت العجينه سائله كنكرر غادي يطلعوا حتى يطلعوا يهبطوا من الجوانب ولا يجيو بلا ما غاديش يعجبوكم، حيت كنلقى هذا المشكل دائما عند بزاف ما كيعرفوش شنو كنقصد بان العجينه قاصحه، فكنقصد انها قاصحه بداك الشكل. صافي ملي كنعمرهم غادي نزينو، هادي كتبقى اضافه ممكن نكتفيو غير بالشوكولاته اللي لداخل. الا عندكم شويه ديال حبيبات الشوكولات زيدو من الفوق او حتى شوكولاته مقطع ماشي مشكل. صافي غادي نعمرهم غنديرهم في الثلاجه. ديجا انا عندي فران كنطيب فيه، فحتى نحيدو على خاطر نكمل عاد ندخلهم. وهذه من اسرار يعني من ضمن الاسرار اللي فاتت اللي قلتها لكم، ان العجينه كل ما جلست كتزيد تشرب، داك الدقيق كيزيد يشرب والعجينه كتزيد تقال، فكيكون يعني انجح ومن الاحسن نديروها تخلي واحد نص ساعه على الاقل في الثلاجه. العجينه اللي بقات لي فانا يعني نعمه بنتي كيعجبها ندير منها اشكال بحال هكا، وهادو راه كيوجدوا بسرعه يعني النهار اللي ما تيبقاوليش وكتبغي هي شي حاجه حلوه دغيا كنوض كنطيبهم. لا 5 دقائق ما كاملاش كيكونوا طابوا ماشي بحال الفران، وكيجيو اشكال حتى في البواطه ديالها ديال ناش بوكس اللي كتدي فيها الماكله ديالها كيجيوها مزيانين. طبعا هذه كتبقى مجرد اقتراح. صافي غادي نعمرهم وغادي نضغط غادي نسدها وغادي تطيب كيف قلت بسرعه. وهاد الالات راه متواجدين وباشكال مختلفه وراهم صنع مغربي يعني حتى الثمن ديالهم راه ناقص ما غاليينش بزاف، وكيف قلت ممكن ديروا بهم فيهم اشكال متنوعه الوليدات هكا كيعجبهم. كتبان لينا دارت الدخان كيتنفخوا وكيطيبوا بهذا الشكل. صافي غادي ندخل حتى الفرن يطيبوا على 180 درجه من الفوق ومن التحت مده نص ساعه كيكونوا طايبين. طبعا ما نحلوش عليهم بحال اللي كنديروا مع الكيك، حتى كنخرجوهم كيجيو بهذا الشكل ناجحين كيف قلت مليون في المئة. تبعوا النصائح وطريقه التحضير كما هي فاكيد غادي ينجحوا معكم. حتى عندكم فرن غازي فحاولوا تشعلوا اللي عندكم الفوقاني من الاحسن كيكونوا انجح واضمن يصدقوا لكم. وطارو ضروري غنشوفوهم من الداخل كيفاش كيجيو، ومن الاحسن يتغطاو باش ما يشوفو لكم شقصاحو من الفوق. اما كنديروهم بواطا وكنسدو عليهم او بلاستيك وكنغلقو وكنديروهم في المجمد الا بغينا نحتفظو بهم مده طويله. كل مره نعطيهم منهم الوليدات، ممكن تضعفوا المكونات طبعا الا بغيتو كميه كثيره، فانا درت منهم هذا الشكل والشكل الاخر اللي وريت لكم اللي قلت لكم كيعجب النعمه فحتى هو كنحتفظ به فكينفعوا اكيد. كنتمنى الوصفه تنال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم دائما على الدعم والتشجيع، والى اللقاء في فيديو في وصفه قادمه ان شاء الله. مع السلامه.